السلام عليكم، شكون رجعت خير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيناكم مقلب جديد، مقلب نار نار نار، صح يا شباب ولا لا؟ وبمين؟ حموده محمد ديمو. تمام يا جماعه الخير، قبل ما نبلش هذا الفيديو ما راح احكي لكم كثير عن فكره المقلب. بدي اياكم كلياتكم تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وبدنا هذا الفيديو يوصل ل 10,000 لايك، اوكي؟ واللي عم يصور اسعد ديمو ابن اختي. تمام، راح يكون مقلب كثير حلو. بس تعرفوا شو هذا؟ كفو كفو، تعرفوا شو هذا؟ بودرة مقلب. بس محمد ياكل هاد بشلون احزروا. بكل احوال شوفوا الفيديو مع بعض. يلا اخواتي شوي شوي يا حبيب. بسم الله بسم الله. أنا كنت أسمع صوت التلفزيون. Yeah.
سرينا الضبط. هذا أنا شيطاني صار عليك. أحمد. أنا مالي أنا. خذ أحمد. أحمد مش كله أرجيني. شو صار؟ ياي ماما بجور كله. شو صار أرجيني؟ أرجيني. هذا وجهه. اتصل لك من الساعة. والله ما لحد اتصور منك بابا، انا كان صرت مضحك. حموده اتصل لك بالاسعاف ياخذك على مشفى المجانين. تعرف مين مجنون؟ يا منقولي يا توكلي. بس انا اتحمم والله اتحمم. ارجع اتحمم يلا هاي. بس ثانك يو حموده. كاميرا قاعد تصورك. يوه لا تصوره. أبو قبل ما تطلع تنظف الحمام كمان. لك أنا مش هيلي صوري أنا مش هيلي أبو لك أنت توقلي ألو أبو طلو يلا عسرين أبو لأني بيتك يا كلب هذا حب الدنيا. ليش بيت مين؟ أنا بيتي. الله يعينك.
وسخوا الدنيا. بس الأيام بيننا ليك وين حيطين وليك يوه لا لا مين اخترع فكره والله هو كل احوالي بتخير اذا عجبكم هذا الفيديو لا انا عندي هي خلي محمد يعمل هيك حطوا لايك للفيديو ماي 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 خلي محمد يشرح قناته رح نشوف رح نشوف هو بس يطلع ما وينك شو بصير وشلون بصير وين بدك وين بدك نشرح قناته محمد خلص بنشرح قناته لمحمد قناته الكبيره هي الفيديو رح تشوفوه على قناه محمد الكبير ماشي وغير الكبير جماعة الخير إذا عجبكم المقلب أعطونا لايكات هيك لأنه عشان نمشي هيك دوم على يعني حلقة جاية مش فاهمة جنين إن شاء الله إن شاء الله تكون حبيته لا لا أيوة خلص طلع والله طلع والله طلع سيكو هات